لماذا نشأ هذا القانون في ظل محاصصة سياسية؟ أي هذا طبعا جدا خطر. وين الغايات؟ يعني عندي محاصصة وعندي فساد، يعني هالعنصرين يعني هذه من تجمعها محاصصة زائدا فساد، هذا أخطر شيء. نحن بكل حال من الأحوال نحن عندنا شركة نفط وطنية، وشركة نفط الوطنية كما كانت في السابق تلعب كدور المنظم. تبقى عندي شركة النفط، يعني تبقى عندي هذه عفوا يعني وزارة النفط هي دور تلعب دور المنظم، شركة النفط الوطنية هذه طبعا يجب حتى هم بالقانون اكو شيء همين اللي صحيح، هو رئيس هذه الشركة هو بدرجة وزير. انا في تصوري حتى تكون جزء وما يصير انه القرار اعتباطي ويتفق هو مع مجموعة داير مدايرة زين ويتفقون للسير باتجاه معين، يجب أن يكون هو أيضا عضو في مجلس الوزراء كما أنه وزير النفط كريجوليتر كمنظم للقطاع، أيضا رئيس الشركة النفط الوطنية يجب أن يكون أيضا ضمن أعضاء مجلس الوزراء. يكون خطورة جدا كبيرة. ليش؟ لأنه أنت خليت موارد البلد ربطتها بشركة، وبعدين بالنهاية بمجلس إدارة هي الجهة العليا، القرار لهذه الجهة العليا، وبالتالي إذا اتفقوا مجموعة من الأشخاص في مجلس الإدارة يمكن يتقاسمون.